باستقرار بنغازي واستتباب الأمن فيها، أصبحت مدينة قادرة على أن تكون نموذجاً يقتدى به. فبعد أعوام حرمت فيها الجهات الأمنية من مزاولة نشاطها، يشهد جهاز الحرس البلدي أولى امتحانات الترقية لأعضاء الجهاز. بفضل المجهودات الجبارة اللي قام بها القيادة العامة لجيش الديبي، تمكن جهاز الحرس البلدي وكان أول جهاز يقيم امتحانات ترقية داخل بلدية بنغازي. التحق بالامتحانات أعضاء الحرس البلدي من المنطقة الممتدة من تاكنس شرقا إلى السدرة غربا والكفرة جنوبا. وضعت الأسئلة وفقا للجنة مختصة، وجلها في القانون المتعلق بعمل الحرس البلدي، مع استهداف الضابطات أيضا بهذه الامتحانات. اليوم تم الامتحان في مدرسة في منطقة الليتي بنغازي. طبعا تم التجهيز لنا عن طريق رئاسة الجهاز في مدينة شحات، تم تكليف لجنة من مدينة بنغازي، مفروض عندهم إمكانيات أن يباتوا فيه تجهيز من الدولة، لكن الحمد لله يعني قدرنا نستوعب الرقم. طبعا الامتحانات هذه أول مرة من بعد 17 فبراير. كما أجريت الاختبارات في ظل افتقار الحرس البلدي للإمكانيات اللازمة لاستقبال الوافدين من خارج مدينة بنغازي وتوفير الخدمات اللازمة لهم، إلا أن إصرارهم جعلهم يتخطون كل العقبات ويكللون جهودهم بالنجاح. طبعا تقع الأمور هذين نقول إن شاء الله ما يحرم حد من حقه بالترقية. هل في وجود العنصر النسائي من أفراد جهاز الحرس البلدي داخل الامتحانات؟ فيه احتمال انكم شفتوه انتم في بس العدد كان ضئيل. لا، وهذا العدد اللي يستحق الترقية، لان عندنا نحن عضوات حرس بلدي، لكن هذين اللي يستحقون الترقية. سنة دخل الامتحانات لكن عندنا عضوات في الحرس البلدي خاطئ، هذين عندنا. لتكون هذه الخطوات ترسيخا للدرجة الأمنية الكبرى التي تشهدها بنغازي بفضل القوات المسلحة ورجال الشرطة من جعلوها تخرج من الظلام للنور. صفاء الحاسي، ليبيا الحدث.